سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي شمال شرقي مدينة تعز. منظمة العفو الدولية تدعو ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن المختطفين على ذمة احتفالات ثورة 26 من سبتمبر. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أحبطت قوات الجيش الوطني مساء أمس محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية شمال شرق مدينة تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان إن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران صوب مواقع الجيش بمنطقة الكمب بالجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، وذلك بعد ساعات من إحباط محاولة تسلل مماثلة في جبهة الأقروض بمديرية المصراخ جنوبي مدينة تعز. يشار إلى أن ميليشيا الحوثية الإرهابية صعدت من هجماتها العدائية ضد قوات الجيش والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز وفي محيطها، خلافا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافا دولية وإقليمية. أدان مجلس الأمن الدولي هجوم ميليشيا الحوثي الشنيع على قوة من دفاع البحرين وهي عاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقال إنه تصعيد خطير يهدد عملية السلام والاستقرار الإقليمي. وشدد مجلس الأمن في بيان على ضرورة إنهاء ميليشيا الحوثي لجميع الهجمات الإرهابية، معربا عن قلقه إزاء استهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للسعودية. ودعا مجلس الأمن الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وأوضح أن التصعيد سيؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني. وجدد مجلس الأمن التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف مستدام لإطلاق النار ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أعلنت البحرين وفاة جندي رابع من قواتها المرابطة على الحدود السعودية متأثرا بإصابته التي تعرض لها الاثنين الماضي في هجوم لميليشيا الإرهاب الحوثية. وقالت قوات دفاع البحرين في بيان نعي بأن الملازم أول حمد خليفة الكبيسي توفي يوم أمس الجمعة متأثرا بجروح خطيرة نتيجة هجوم حوثي غادر أثناء تأدية عمله ضمن قوات التحالف على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. دعت منظمة العفو الدولية ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة من احتجزتهم مؤخرا على خلفية احتفالهم بثورة 26 من سبتمبر وممارسة حقهم في حرية التجمع، واصفة حملة القمع بالاستعراض الوحشي للقوة. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن ميليشيا الحوثي نفذت موجة من الاعتقالات المثيرة للقلق، حيث اعتقلت العشرات من المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 من سبتمبر في البلاد. واعتبرت منظمة العفو الدولية موجة الاختطافات الحوثية الشاملة استخفافا صارخا بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. ونقل البيان عن غراسيا كاريشتا نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية قولها: من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أن يجدوا أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام. اختطفت ميليشيا الحوثية الإرهابية خلال اليومين الماضيين قرابة 30 شابا من أبناء محافظة الضالع على خلفية الاحتفال بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وقالت مصادر حقوقية إن عناصر ميليشيا الحوثي نفذت يومي الخميس والجمعة
حملة اختطافات في صفوف المواطنين بمديرية الحشا من منازلهم وأماكن تجمعاتهم، وزجت بهم في سجن المديرية، وذلك على خلفية احتفالهم بثورة 26 سبتمبر. عمل المشروع الكهنوتي الهدام على تغريب الذات اليمنية عن هويتها الحضارية وقتل ملكات الإبداع الفكري والثقافي والأدبي ووأد اليمن في إقطاعية مغلقة ومعزولة عن العالم، لكن ثورة 26 سبتمبر فجرت في الشعب طاقاته الإبداعية الخلاقة التي أصغت لها الأمم. انبثقت ثورة 26 سبتمبر من روح الكلمة المناضلة والأدب المقاوم الذي شكل أبو الأحرار محمد محمود الزبيري صيحة بعثه الأولى وقلمه الجبار. مع ما أحدثته ثورة سبتمبر من انفتاح في الوعي الاجتماعي في ظل حرية التعليم والتفكير والإبداع، تفجرت طاقات الأدب والفن ابتهالات في محراب الجمهورية وتوقا متوقدا نحو الوحدة اليمنية الحلم. وتناغمت الكلمة الثورية نثرا وشعرا بين حنين سبتمبر وأشواق أكتوبر إلى التحام الشطرين في جسدهما الواحد، فتصادحت على هذا السياق قصائد الفضول ومحمد سعيد جرادة وصبرا ولطفي جعفر أمان والحضراني وعبد عثمان، والتقت أغاني المرشد وأيوب والآنس والقمندان. ولمعت في فضاء الأدب العربي قامات يمنية يشار إليها بالبنان، هي علامات فارقة في خصوبة العقل الجمهوري وثرائه الفكري والثقافي والتنويري في العصر الحديث. فكان البردوني الرائي المبصر شاعرا لا يتكرر، وقد صورت قصائده فظاعة العهد الكهنوتي البائد بدقة مرعبة، ونقلت إلى العالم والتاريخ مشاهد مروعة من زمن الذبابة والوصاية والسل والجرب. وكان الدكتور عبد العزيز المقالح المنارة السامقة في فضاء الأدب والفكر العربي من فلذة أكباد المولد السبتمبري وسخاء عطاياه الإبداعية المنقطعة النظير في تأصيل الوعي الجمهوري. لكن الجيل الجديد من المبدعين الجمهوريين الذين يقاومون الكهنوت الحوثي بالكلمة المناضلة هو ولا شك طفرة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الأدب السبتمبري المناضل، ليس فقط في وفرة أسمائه التي لمعت خلال العقد الأخير، بل بما يتوازى في المدى الانفجاري بين ثورية الكلمة والقنبلة الذرية. أدان رئيس الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة فهد الوصابي الاعتداء الحوثي الهمجي على المواطنين الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى 61 لقيام الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر المجيدة في مختلف ميادين وشوارع أمانة العاصمة. وندد رئيس قانونية الإصلاح في أمانة العاصمة باختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعداد من المواطنين المحتفلين بثورة 26 سبتمبر والزج بهم في سجونها والاعتداء على كل من يحمل علم الجمهورية اليمنية ومصادرة الأعلام وإهانتها. وأكد الوصابي أن هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة ضد المواطنين في أمانة العاصمة تثبت مرة أخرى همجية ميليشيا الحوثي واستمرارها في تكميم الأفواه ومصادرة الحريات والحقوق التي كفلها الدستور، وتفضح موقفها العدائي تجاه الثورة والجمهورية وكل ما يرمز لها. وحمل رئيس قانونية إصلاح أمانة العاصمة في تصريح للإصلاح نت ميليشيا الحوثي وقياداتها والعاملين معها بأشخاصهم وصفاتهم المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع تلك الجرائم ضد أبناء العاصمة صنعاء. وطلب رئيس قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة مجلس القيادة والحكومة والنائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وتحريك الدعاوى القضائية ضد مرتكبي تلك الجرائم. نشرت ميليشيا الحوثية أطقما وعناصر مسلحة أمام العديد من مساجد محافظة إب خشية خروج تظاهرات شعبية جديدة احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر ومناوئة لها. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي واصلت انتشارها المكثف لليوم الثاني على التوالي بشكل ملفت في مداخل وشوارع مدينة إب عاصمة المحافظة، مشيرة إلى أن الميليشيا جابت بأطقمها المسلحة شوارع المدينة في شكل استعراضي يهدف لإرهاب المواطنين ومنعهم من التظاهرات المناوئة للميليشيا.
وخلال الأيام القليلة الماضية خطفت ميليشيا الحوثي العشرات من المواطنين على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتفاء بذكرى الثورة وأخرى منددة بتمزيق وتدنيس العلم الوطني في مناطق سيطرتها المسلحة. كشف المحامي عبد المجيد صبرة عن تعرضه لتهديدات بالخطف من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية، وقال صبرة في منشور على صفحته بالفيسبوك بأن عاقل الحارة التي يسكن فيها أبلغه أن اثنين تواصلا به وطالبا منه أن يوصلهم إلى منزله، وأشار إلى أن الشخصين رفضا ذكر سبب طلبهم من العاقل الحارة لإيصالهما إلى المحامي، محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية أي شيء يتعرض له. وتأتي هذه التهديدات بعد يومين من كشف المحامي صبرا عن اختطاف الميليشيا الحوثية لأكثر من 1000 شخص في صنعاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتفائية بذكرى ثورة سبتمبر. أقام ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين حفلا جماهيريا فنيا في مدينة مارب احتفاء بذكرى الثورات اليمنية بحضور رسمي وشعبي وجمع حاشد من المواطنين. على مد البصر كان الحضور، وعلى امتداد اليمن كانت البهجة، حيث ما زال زخم ذكرى الثورة يتجلى في الفعاليات الجماهيرية التي تقيمها المكونات المجتمعية والمدنية. ومن قلب مدينة مأرب هتفت هذه الحشود للثورة اليمنية وأهدافها الخالدة في الحفل الجماهيري الفني الذي أقامه ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين وسط حضور رسمي وشعبي وجمع حاشد من المواطنين. أقيمت هذه الفعالية ابتهاجا وفرحا لذكرى 26 من سبتمبر، هذه الثورة التي يجب أن تعزز وأن تغرس في وجداننا جميعا، وكذلك نعلم أبناءنا وأجيالنا وأحفادنا ما قام به الأجداد، وإن شاء الله الفرحة القادمة نفرح كثيرا في ميدان 70 اليمنيين جميعا بإذن الله. شعر ونثر، نغم وفن، أهازيج وهتافات، مسرح وكلمة، قوالب متنوعة ومعان واحدة خلاصتها عاش سبتمبر المجيد ودام أكتوبر العظيم. إنها عظمة الثورة وأبطالها وأهدافها ومبادئها ومناضليها، فليس كذكرى الثورة حدث يستحق الاحتفاء. في هذا اليوم أردنا أن يحتفل الشعب، أن يحتفل الناس، الأطفال والنساء والرجال، أن يحتفل الجميع. نريد أن نغرس أهداف ثورة 26 من سبتمبر في قلوب أبنائنا وبناتنا ونسائنا. نريد أن تتخلد هذه الثورة وأهدافها في قلوب الجميع. نريد أن يعرف الجميع ما هي ثورة 26 من سبتمبر، وكيف عملت الإمامة بأجدادنا وأبائهم، وكيف نكلت باليمنيين. هتف الكبار ورقص الصغار، رفرفت الأعلام وتوحج الضوء، دو النغم وصهل الحرف، تكلم الرجال وزغردت النساء، وكان لسان الحال في مأرب تمجد الثورة ويحتفى بها رسميا وشعبيا، وفي صنعاء تحاول الميليشيات خنق الفرحة وسرقة البهجة وتغييب الحدث، لكن اليمن الكبير بتاريخه ونضاله ووحدة جغرافيته يجيب الميليشيات بأن سبتمبر يستعصي على الغياب والتهميش، وها هي مأرب تقول كلمتها حربا وسلما، تقولها بالقذيفة والقصيدة، تقولها بالدانة والدان، لا لميليشيا الكهنوت، نعم لسبتمبر المجيد. كما أن الجيش الوطني يدافع عن ثورة 26 سبتمبر وعن مكتسبات الشعب اليمني، فمن واجب الناس أن يحضروا هذه الفعاليات وأن يرسلوا رسائل إلى الشرذمة، إلى الجماعة الإرهابية التي تريد أن تغطي على عين الشمس ب 21 سبتمبر، ولكن هيهات لهم، هيهات لهم لن، فالشعب قد يعني عرف حقيقتهم على الواقع ولن يتم لهم هذا ابدا. في حفل ملتقى الفنانين والادباء اليمنيين هتف الجمع وتفاعل الجميع ولم يصمت احد، ف
فالساكت عن الاحتفاء بذكرى الثورة شيطان أخرس. يستمر زخم الاحتفاء بالثورة عبر فعاليات متنوعة، فعاليات تزخر بالحضور الجماهيري الذي يتغنى بأمجاد الثورة ويعد بنصر قريب يقتلع أوكار الميليشيات. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب. أكد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والرابطة الإنسانية للحقوق ندوة حقوقية على ضرورة أن يبذل مجلس حقوق الإنسان المزيد من الجهود لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثية ضد المرأة والطفل في اليمن. وقال الباحث مصطفى الجبزي في الندوة المنعقدة على هامش الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن عددا من المعطيات تؤكد وجود 2 مليون طفل يمني في سن الدراسة خارج المدارس بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، إضافة إلى معاناة أكثر من نصف مليون طفل نازح في سن الدراسة ويعانون من صعوبة الحصول على التعليم. وأشار الجبزي إلى استمرار ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال وجرهم للقتال في سن مبكر واغتيال براءتهم. وتطرقت الندوة إلى آثار الحصار الحوثي على مدينة تعز والقيود المفروضة على حرية حركة النساء. طلبت شركة الخطوط الجوية اليمنية ميليشيا الحوثي برفع قيودها غير القانونية المفروضة منذ شهر مارس الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء والتي تجاوزت 80 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان لها إن إقدام ميليشيا الحوثي على حظر السحب اليمنية من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية وتسبب بأضرار بالغة في نشاط الشركة، وشددت على ضرورة تحييدها عن الصراع السياسي باعتبارها الناقلة الوطنية الوحيدة في البلاد. وأوضح البيان أن شركة اليمنية أبلغت ميليشيا الحوثية أن مطالبتهم بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية أمرا ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، وأن الشركة مستعدة لتشغيل الرحلات الجوية بمطار صنعاء إلى أي جهة دولية شريطة حصولها على تصاريح تشغيل دولية. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي شمال شرقي مدينة تعز. منظمة العفو الدولية تدعو ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن المختطفين على ذمة احتفالات ثورة 26 من سبتمبر. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله.